والله ابو من ابو سعد ابو سعد للامانه شوف انا ما كنت حاطه ببالي يعني بحياتي كلها اني اجي لك للامانه زين ليش كانت توصل لك صوره غير لا شكل؟ مو مساله صوره مساله ان يعني انت شايف الوضع اللي كاين بالحدود وكذي عرفت بس جيت اليوم مو عشان المنتخب لنا اليمين والطابه يسار حلو انت شاعر انت شاعر احيانا حلو زين الماي مو رياضه على الشعر والله العظيم جيتي هذه غيرت نظرتي 180 درجة يعني أنا كنت حاط بالي أن هذه يمكن خلينا نعدد 180 درجة أي أولا يعني أولا كانت الفكرة بمخي إني بروح مع الشباب يلا نمشي نمشي يلا مشينا مشي أي قلت يمكن على الواهز أي قلت يلا يمكن أول وآخر مرة الحين الأسبوع الجاي أنا عندكم خلنا أجاوبك على هاي النقطة تدري العراقيين شو يقولون؟ شنو؟ يقولون إحنا يعني كل واحد عارف شغله وعارف التزاماته من الدول البقية وجه للعراق أنا غايب متفضل علينا إيه أنا عندي اليوم دوام متفضل على العراقيين في هاي جيت لا لا هذا التعبير لا لا ما فيها فضل ما فيها فضل أنتوا أهلنا والدم واحد طيب والله العظيم يعني نظرتي تغيرت يعني الناس قاعد تعزم الحساب ما يخلوني أدفع تهاوشت ويا ثلاثة أبي أدفع يقول والله ما تدفع بلاش لا الكرم تريبل ما شاء الله تبارك الرحمن يعني شيء ما شفته زين هي العروبة معروفة ايه بالكرم اي بس أنا مثل العراق ما شفته أنا أكون صريح وياك شيء ما شفته بدول ثانية والله اي والله اي والله قسما بالله وجيتي هذه اقتنع أنها مو الأخيرة